Charlie, are you there? Can we play? مجموعة بنات في مدرسة إعدادي من يومين كده قرروا يستحضروا جن من خلال لعبة اسمها تشارلي عشان تجاوبهم على شوية أسئلة عايزين يعرفوا إجابتها. كانوا مفكرين نفسهم بيلعبوا عادي، يعني لعبة هتاخد وقتها وتخلص والموضوع هيمر مرور الكرام. فيهم اللي كان مصدق إن الموضوع حقيقة، وفيهم اللي كان بيلعب باستهزاء على أساس إنها لعبة بقى وكده، ومنها يثبتوا لبقية زمايلهم اللي مصدقين قوي في الموضوع إن الموضوع كله على بعضه هبل وأي كلام ومش حقيقي. بس اللعب قلب بجد وحصل اللي ما كانوش يتخيلوه، والجن بالفعل حاضر. ومش بس كده، لأ ده واحدة من أصحابهم اللي كانت مشاركة في اللعب حصل لها مس شيطاني والموضوع قلب بغم. تعالوا نعرف إيه اللي حصل في مدرسة إمبابة. لعبة اسمها تشارلي، أكيد سمعتم عنها قبل كده. موضوع اللعبة قديم وناس كتير قبل كده جربوه ونفع فعلا معاهم، وناس تانية كدبوه، وكان واخد ترند في دول الغرب في 2015. بس الغريب إن الموضوع رجع ينتشر تاني، وبالتحديد على تيك توك بين الشباب اللي في سن المراهقة، وبيصوروا نفسهم وهم بيعملوا الخطوات والطقوس دي، وزودوا بقى على الطقوس القديمة إنهم بقى يخلطوا الكلام اللي بيكتبوه بالدم، وبيرددوا جملتين كده ويستنوا يشوفوا هيحصل ايه. وفيهم اولاد فعلا مصورين الالم وهو بيتحرك لوحده، ومعنى انه اتحرك يعني تشارلي كده حضر، ويبداوا بقى يسالوا اسئله عايزين يعرفوا اجابتها. منهم اللي بيسالوا هو انا هموت قريب ولا لا، ومنهم اللي سال فلان بيحبني ولا لا، وهكذا. اي سؤال في علم الغيب بيسالوه لتشارلي، وهو بدوره يحرك الالم يا على اه او لا. لو انت بقى ما سمعتش عنها قبل كده ومش عارف اللعبة دي عبارة عن ايه، تعال اقولك شوية معلومات مهمة عنها سريعا. اللعبة دي لعبة شعبية مشهورة بين الاطفال في المدارس وجمهورية الدومينيكان او اغلب البلاد اللي بيتكلموا باللغة الاسبانية بالذات. لكن اصل اللعبة من اني بلد اصلا محدش عارف، بس بيقال انها من المكسيك، واتشهرت اكتر من خلال الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2015، وبكده وصلت للعالم العربي. مين تشارلي ده بقى؟ انقسمت الآراء، جزء بيقول انه طفل ومات منتحر، وجزء بيقول انه طفل ضحية لحد السير مميت، وجزء تالت بيقول انه شيطان. والله اعلم بقى تشارلي ده يطلع ايه، وهل فعلا ممكن يستحضروا جن او شيطان بطريقة اللعبة دي؟ العلم عند الله. بتتلعب ازاي بقى؟ الشباب بيقعدوا يعملوا دايرة ويجيبوا ورقة ويرسموا فيها زي علامة زائد كده كبيرة في النص، بحيث انها تقسم الورقة 4/4، وبيكتبوا ياس ونو فوق، وتحت برضو بيكتبوا ياس ونو، بس بحيث يبقى تحت الياس اللي فوق نو وتحت النو اللي فوق ياس، يعني عكس عكس زي الصورة دي بالظبط. وبعدين بيجيبوا قلمين وبيحطوهم برضو على شكل زائد كده، وبيجيبوا دبوس، وكل حد مشارك في اللعبة بيشك نفسه ويحط نقطة دم على كل كلمة كتبوها، وبعد ما كلهم يخلصوا بيقولوا جملتين: تشارلي تشارلي are you there؟ تشارلي تشارلي can we play؟ يعني تشارلي انت موجود؟ تشارلي ممكن نلعب؟ وبعدها الألم بيتحرك لوحده، وبكده يكون روح تشارلي ده جت، ويبدأوا بقى يسألوا الأسئلة الغيبية اللي عايزين يعرفوا ليها إجابات. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? If you're here, knock down the coins. Oh my god. The other one, let's go. Knock the other one. Oh my god! إذا أنت هون، أعطي إشارة. إذا أنت هون، أعطي إشارة. بسم الله الرحمن الرحيم. Charlie Charlie, are you here? Charlie Charlie, can you play? Jesus. نرجع بقى للي حصل في المدرسة من يومين. في مدرسة بنات إعدادية في مصر، وتحديدا في إمبابة، مجموعة من البنات وهم واقفين في الطابور الصبح كانوا بيتكلموا على موضوع اللعبة دي،
وبيتكلموا عن الفيديوهات المنتشرة الشباب بيلعبوا اللعبة دي على التيك توك، وإن فعلاً بعدها الأقلام بتتحرك لوحدها كأن فعلياً في جن أو روح بتحضر هي اللي بتحركه، ومصدقين قوي في الموضوع. فواحدة من البنات قالت لهم ما تيجي نجرب إحنا كمان ونلعب اللعبة، هيحصل إيه يعني؟ لو ما حصلش حاجة هنبقى عرفنا إنها أي كلام، ولو حصل والجن حضر هنسأله الأسئلة اللي عايزين نعرف إجابتها، وبعدها هنقطع الحاجة ولا كأن حاجة حصلت. انقسمت الآراء، مجموعة تحمست ووافقوا فورا، ومجموعة تانية قالت إن ده كلام فارغ ومش حقيقي. وبعد إصرار من البنات اللي تحمسوا، الكام بنت اللي كانوا رافضين يلعبوا وبيقولوا لهم إيه الهبل ده وافقوا يلعبوا، بحجة إنهم يثبتوا للبنات اللي مصدقين إن الموضوع أي كلام وإن مفيش حاجة هتحصل من الكلام ده. وخلعوا من أول حصة وما حضروهوش، وهربوا على غرفة التربية الفنية وجابوا ورقة وقسموها وكتبوا الكلام والدم وعملوا كل الخطوات اللي المفروض تتعمل لاستكمال اللعبة. وبالفعل القلم اتحرك. ساعتها كان بنت خافوا وقرروا ينسحبوا فورا وقالوا مش هنكمل، وباقي البنات عجبهم الموضوع وقرروا يكملوا. بس دخلت عليهم مدرسة زعقت لهم ورجعتهم فصولهم وبلغت المدير، طلع زعق وحذر البنات من انهم يلعبوا اللعبة دي، وقعد ينصحهم هو والمدرسة شوية، لكن لا حياة لمن تنادي. جه معاد حصة الألعاب وكانوا نازلين الحوش بتاع المدرسة عشان يلعبوا، بس بدل ما ينزلوا قرروا المرة دي يهربوا على الحمام عشان يقدروا يكملوا اللعبة من غير ما حد يقاطعهم، وفي نفس الوقت الحمام برضو أكتر مكان مناسب عشان يقدروا يستدعوا تشارلي بسهولة. وبالفعل قد كان، قعدوا عملوا الدايرة وجابوا ورقة جديدة وقسموها وكتبوا وخلطوا الدم ولسه هيكملوا. مدرسة تانية دخلت زعقت لهم وطلعتهم برا، المهم انهم طلعوا شوية ورجعوا هربوا تاني ودخلوا الحمام. يعني إصرار غريب الصراحة أنهم يكملوا حاجة بالمخاطرة دي، لقوا فين في الحمام. المهم رجعوا عملوا الخطوات من أول وجديد وبدأوا يرددوا الجمل تشارلي تشارلي are you there تشارلي تشارلي can we play عشان يلاقوا القلم يتحرك لوحده ويشاور على كلمة يس، يعني الروح دي موجودة. مفيش ثواني واحدة منهم بدأت تصرخ وتقول في عفريت في عفريت معانا في الحمام أهو أنا شايفاه، والبنت كانت في حالة هلع ورعب وتسمرت في مكانها من الصدمة وكل اللي على وشها علامات الفزع. من منظر البنت ورعبها وصراخها الهستيري باقي البنات خافوا وجروا برا الحمام، وما تعديش دقايق ويلاقوا صاحبتهم خارجة من الحمام بتمشي ورجليها معوجة بطريقة غريبة ومشيتها مش طبيعية، لدرجة واحدة من زمايلهم وصفتها وقالت إنها كانت ماشية زي الزومبي اللي بنشوفهم في أفلام الرعب. ومش بس مشيتها اللي كانت غريبة، لأ كمان كان بينزل من عينيها دم أسود وعلى وشها علامات الغضب الشديد، وكل ما تقابل حد في سكتها تحاول تخنقه أو تموته. الشهود من بنات المدرسة بيوصفوا وبيقولوا إن المدرسين بقوا يحاولوا يزقوها ويضربوها عشان تسيب البنات اللي كانت بتمسكهم ويحاولوا يسلكوهم من إيديها، وكانوا بيفلتوا منها بأعجوبة. وطبعا بقى كله بيصرخ وبقى فيه تدافع وكله بيزق بعضه، والمدير والمدرسين مش عارفين يمسكوا البنت ولا قادرين عليها، وكل اللي قدروا عليه إنهم بقوا بيحاولوا يبعدوا باقي البنات عن سكتها. طبعا الأهالي اللي في المنطقة سمعوا أصوات صراخ البنات وبدأوا يجروا ويقتحموا المدرسة عشان يشوفوا أولادهم إيه اللي بيحصل معاهم، وطبعا حصل إصابات وحالات إغماء نتيجة التدافع والزحام لحد ما الإسعاف جت وخدت البنت اللي حصل لها المس وأخدت باقي البنات المصاب، وبيقولوا حالتهم بقت مستقرة دلوقتي. حقيقي دي مش أول حادثة بسبب لعبة تشارلي، من فترة برضو نفس الموضوع حصل في مدرسة في الغردقة
بس المرة دي كانوا 4 بنات في سنة 4 ابتدائي وعملوا الطقوس برضو، ولما القلم اتحرك اترعب، وواحدة منهم وهي بتجري وبتصرخ اتكعبلت وقعت على دماغها اغمى عليها، وواحدة تانية اتصابت في ايديها. كل ده من حالة الهلع اللي بيبقوا فيها مجرد ما القلم يتحرك. وفي مدارس كتير برضو في الوطن العربي لعبة تشارلي منتشرة فيها وتسببت فعلا في حوادث. بس اللي حصل في مدرسة امبابة المرة دي كان الموضوع صريح، مش مجرد قلم اتحرك، البنت فعلا حصل لها حاجة غريبة. فكرة ان القلم يتحرك في رأيي الشخصي يعني شيء طبيعي، سواء قلت الجمل بتاعت اللعبة او لا، لان دول قلمين فوق بعض، شوية هوا هيحركوا عادي يعني. لكن اللي حصل مع البنت ده ممكن بسبب المكان اللي عملوا فيه الكلام ده، وبسبب الدم وخلطه، وفي الاخر الله اعلم برضو. بس نصيحة لكل اب وام، تابعوا اولادكم شوية، اتكلموا معاهم، صاحبوهم، اسمعوهم، تابعوهم حتى من وقت لآخر، شوفوهم متابعين ايه ومتابعين مين على السوشيال ميديا، وايه اهتماماتهم، وبيدوروا على ايه عن طريق جوجل وغيره، وحوطوهم، لان السوشيال ميديا والانترنت ما خلوش حاجة، والاولاد بيستغلوا من اول الاطفال لحد سن المراهقة بطريقة رهيبة. في اهالي انا عارفة انهم ملهمش قوي في التكنولوجيا وما بيحبوهاش، فبالتالي مش بيتابعوا ولادهم ولا حتى يعرفوا موبايلاتهم اللي شايلينها دي وباصين فيها طول اليوم فيها ايه. بس لازم يكون في وعي اكتر من كده، ولازم تتعلموا وتطوروا من نفسكم وتواجبوا التطور التكنولوجي ده، مش عشانكم، عشان الاولاد دي تقدروا تحوطوهم. مواقع التواصل الاجتماعي بقت بتقدم سم في مخهم على هيئة عسل، فارجوكم تابعوهم. مش كل لعب حد يخترعها نخسر على حسابها كام روح بني ادم. دي كانت حكايتنا النهارده، لو عجبتك ما تنساش تدعمني باللايك والشير، وياريت تعرفوني رأيكم في الكومنتات في الألعاب اللي بتنتشر كل فترة وبتكلفنا من وراها أرواح أولادنا. وعرفوني برضو رأيكم في الكومنتات، يا ترى مين اللي غلطان، الأولاد والشباب ولا الأهالي؟ استنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.